اوكي طيب، هنبدأ الجزء الثاني اللي هو سميته ذا بابل ثيوري، ودي ثيوري انا اخترعتها. و هو في حاجه اسمها بابل ثيوري بس في الايكونومكس او حاجه زي كده، بس يعني انا البابل ثيوري يعني دي سوشيال بابل ثيوري، ممكن اسميها ذا سوشيال بابل ثيوري المره الجايه في البرزنتيشن الثاني. على فكره دي اول مره ادي برزنتيشن ديت، فانتوا سامعين كلام ممكن تبقى كومبليتلي انكوهيرنت وملخبط، بس عشان ان شاء الله اللي هيجي بقى في المره الجايه هبقى احسن بكتير. فهنتكلم على creating and living in a bubble with choosing your bubble and moving between bubbles. على طول لما تسمع ناس تتكلم على الحياه في امريكا او في مصر حتى، يعني يقول لك اصلا عايش جوه بابل، او اصل انت فلان ده عايش جوه بابل عشان كده هو بيتصرف بالطريقه دي، او عشان كده هو مسكين ومش بيحتك بالمجتمع فعايش. اما انا عايش بره بابل فانا بحتك بالمجتمع. هو انا قعدت افكر فيها لقيت ان احنا كلنا عايشين جوه بابل، وكلنا بنخلق بابلز حتى جوه بلادنا. يعني حتى احنا في مصر، في واحد عرف يقول لي الواحد برضه كان عايش في مصر الحقيقيه مش زي بتوع الاي يو سي اللي عايشين في بابل بتاعت الاي يو سي. احنا كنا عايشين في مصر الحقيقيه، كنت بروح الكليه القصر العيني، وبعدها بطلع نادي الجزيره، وبعدها اروح في المعادي، فكنت عايش مصر الحقيقيه، نادي الجزيره والمعادي وكده، يعني مش في البابل بتاعت الاي يو سي. بيقولوا انت اهبل، يعني ناس ساذجه برضو، يعني انت كنت عايش في بابل، اللي عايش هنا في بابل واللي عايش كذا في بابل، كل واحد عنده بابل مختلفه وشكلها مختلف وحجمها مختلف، فمحدش يقدر يدعي ان هو عايش في المجتمع كله، لان انت بني ادم، يو هاف ا كاباسيتي ممكن تعيش قد ايه يعني في المجتمع. فانا مش بعيب كلمه ذا بابل، كلنا عندنا بابلز، اوكي؟ بس بقول ان في بابل صغيره وفي بابلز اكبر شويه. And this is for the sake of يعني ان احنا يبقى في حاجه من يعني نقدر نقيس عليها ماتريك معين يعني. والناس بتخلق بابلز ساعات لما بيسافروا امريكا، بيخلقوا بابل شبه البلد اللي هم جايين فيها بالظبط بطريقه غير طبيعيه. ودي على فكره ملهاش علاقه بان انت مصري ولا سوداني ولا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا ست ولا راجل، هي اتس كل الجنسيات بتعملها. اكتر ناس بيعملوا بابلز الفيتناميز والصينيين واللي هم ساوث ايجنز او الساوث ايست ايجن، بيخلقوا بابل لدرجه ان هو ممكن يقعد 35 سنه في امريكا ما يعرفش يتكلم كلمه واحده انجليزي من البابل اللي هو عايش فيها يعني. فانا مش بقول ان البابل دي حاجه سبيسيفيك للعرب والمسلمين خالص. ففي ناس بتعيش جوه البابل اللي هي خلقتها الصغيره قوي ديت، وفي ناس بتعيش جوه بابل اكبر شويه او بتكبر البابل بتاعتها، وفي ناس مع تغيرات حياتها بتتحرك من بابل للتانيه. يعني ايه؟ يعني كنت عايش في بابل مع الناس السناجل ومش عارف ايه وبتاع لغايه ما اتجوزت، بقيت اقعد مع الناس اللي هم كابلز ومش عارف ايه لغايه ما خلفت، بقيت بعد كده اقعد مع الناس اللي عندهم عيال لغايه ما العيال دخلوا الجامعه، ورجعت تاني اقعد مع الناس فبتقعد بتنط من بابل للتانيه، وده طبيعي وما فيهوش اي حاجه غلط. اوكي؟ ما فيهوش اي حاجه تعيب اي حد. فانا لما اجي اتكلم على البابلز مش هقول ان البابل الصغيره احسن ولا البابل الكبيره احسن، انا هقول الناس عاشت في بابل شكلها ايه. طيب عشان السوشيال بابلز هي معموله من ناس، انا هسميهم فريندز، ولكن بعض الناس عندهم ديفينيشن ان فريند هو صاحبي حبيبي اللي انا بكلمه اللي محتاجه مش عارف ايه. لا، انا هنا بتكلم بالفريند بالمعنى الاوسع، اللي هو يعني ممكن يعتبر اكوينتنس، ممكن يبقى واحد صاحبك قريب، هحطهم كلهم تحت بند فريندز. وقسمت طبعا التقسيمه دي تحشيشه تماما، انا مطلعها كده من دماغي، يعني سميتهم كومفورت زون فريندز ودايفرس فريندز. ممكن يبقى اتغير الاسامي دي بعد كده يعني، بس انا سميتهم كده يعني. كومفورت زون اللي هم الناس صحابك اللي انت بتحس ان هم زيك قريبين منك، لما تقعد معاهم كده تحس انا زي الناس دي، انا ممكن اتكلم براحتي، مش مكسوف، مش خايف اقول لهم ان انا بفكر بطريقه فلانيه، مش انا لو عندي مشاكل مع الهومو سكشوالز اتكلم قدامهم مش همي، يعني مش هقول لا ما ينفعش انا في امريكا المفروض اوطي صوتي احسن حد يطلع كده، لا دول بتكلم براحتي خالص على اي حاجه يعني. فالناس دي عاده بتيجي من الحتت دي، مش this is not all inclusive، ما فيهاش كل حاجه بس هي معظم الحاجات. يعني ناس من religious organization، ناس تعرف عليهم في المسجد او من الكنيسه او من Islamic school او Islamic center، ناس عرفت عليهم من الكالتشرال سنتر، يعني مثلا ايه مركز الثقافي المصري بتاع مش عارف ايه
تعرفت عليهم جروب كده تعرفت عليه. اتعرفت عليه مثلا عملنا حفله 30/6 وقعدنا نهلل ونعمل اعلام مصر، اتعرفت عليهم في القصه دي. عملت مش عارف ايه يوم الثوره وطلعت وعملت لا وبتاع واحتفت بعض، فتعرفتوا على بعض بالطريقه دي. ففريندز فروم ايجيبشن ارب اسوسيشنز، ناس تعرفت عليهم في ميت اب جروب، ولقيت واحد مصري في الميت اب جروب دي بس زهقت فيه على طول خلاص، فتعرفت عليه بالطريقه دي. او مثلا فريندز فروم ايجيبت، هو ناس حد تعرفه من مصر قرايبك او مش عارف ايه وعايشين قريب منك فبتروح تقابلهم وبتروح تخرج معاهم. او ناس مثلا واحد معاك في الشغل نايب طلع عراقي مثلا بس حلو قوي لزقت فيه ورايح جاي تخرج معايا مثلا. او مثلا واحد مثلا انت مسلم وقابلت واحد باكستاني مسلم بقى وقابلتوا بعض بتصلوا مثلا في المسجد بتاع بتاع الانترفيث تشابل بتاع المستشفى، فانت والباكستاني دول بقيتوا صحاب قوي بتخرجوا مع بعض عشان انتوا مسلمين وكده يعني. فدول اسمهم كومفورت زون. طبعا في ناس اقرب من ناس بس، وكل واحد على فكره انا مسميهم كومفورت زون. انا في واحد ممكن العرب والمسلمين ما يبقوش هم الكومفورت زون بتاعه، بس انا بقول لك يعني in the great majority of people اللي انا اعرفهم مصريين هم دول الكومفورت زون بتاعهم. وفي الدايفيرس فريندز بقى، اللي هم دايفيرس اللي هم ايه؟ صحابك في الشغل، صحابك قابلتهم وانت بتلعب فولي بول تبع جروب في انترناشنز، لو انت عندك ولاد اهل اصحاب ولادك، جيرانك في الحته اللي انت ساكن فيها، هم دول عاده بيبقوا نون ارب، وعاده عشان يبقوا دايفيرس بالنسبه لي يعني بيبقوا فما ديفرنت ريليجيوس فيث. وعلى فكره مش شرط، ممكن يبقى واحد مسلم بس بالنسبه لك هيز دايفيرس لان انتوا مش بتتكلموا بعض على الدين. بس لو واحد بقى هدفك الوحيد ان انت عارفه عشان هو مسلم يبقى ده كومفورت زون، بس لو انت تعرفه عشان هو شخصيه لطيفه خلاص وانت اصلا كنت عارف ان هو مسلم واكتشفت ان هو مسلم بالصدفه كده يعني، فيعني ذاتس مور دايفرس. بس يعني في اوفرلاب، ذي نوت كومبليتلي. فدول التايبس اوف فريندز. ففي بقى لما نيجي نتكلم على البابل، البابل دي بيبقى بتقفل على فريندز معينه، فديت اسمها سمول بابل. سمول بابل عباره عن واحد مصري راح امريكا مثلا، جه عندنا هيوستن مثلا، راح عمل ايه؟ راح اتعرف، راح المسجد اتعرف على الامام واللي كانوا بيصلوا معاه في الصف الاولاني، بعد كده راح رايح بقى تعال كده على القهوه بتاع دندنة اتعرف على كل اللي كانوا بيشيشوا في ناحيه واحده، او مثلا راح الماتش مثلا بتاع مصر والسعوديه واتعرف على الناس اللي كانوا قاعدين قرفانين وزهقانين ومش عارف ايه وبتاع. وبعدين مثلا بس these are only your friends. طب تعرف واحد اسمه مايكل؟ لا ما اعرفش، كلهم محمد واحمد. طب انت عايش في هيوستن؟ لا محمد واحمد بس. فهي تشوز ا سمول بابل، والسمول بابل عشان هو عايش في هيوستن قدر يخليها كلها دي بس. وعلى فكره في ناس بتعيش كده اند ذير هابي. انا مش بقول ده كويس او وحش، انا بقول لك ذاتس ذير. فدوت هتكلم مزايا وعيوب البابلز دلوقتي، بس ذاتس هيز بابل. واحد تاني بقى جه يقول بص بقى سافرت امريكا بقى مش عايز بقى العرب بقى ولا مسلمين ولا يعك دماغ بقى، انا بقى هضيع في البلد دي بقى. فيعمل ايه بقى؟ اول حاجه يغير اسمه خالص بقى، يبقى اسمه امريكاني، يحط نفسه زي نيك نيم كده جون ولا مش عارف زي ولا اي، ممكن يظبط اسم معين او جاك او اي حاجه عشان انا مش عايز اتعرف على، عايز يبقى اللي يقول لي انت محمد سلام عليكم براذر، انا مش عايز كده بقى، انا عايز اللي يشوفني ما يعرفش ان اسمي محمد خلاص. هو عايز كده، انا مش بقول لك ان هو كويس ولا وحش، هو عايز كده. فهتعرف على الناس دي بس، ده برضو سمول بابل، لان هو في جزء معين من الكوميونتي هو هيز كومبليتلي اجنورينج. من حقه يعيش هنا، انا مش بقول لك ان هو مش من حقه، زي ما التاني من حقه يعيش هنا، بس اتس سمول بابل في الاخر يعني. اللارجر مور دايفيرس بابل اللي هي بتنكلود الاثنين، اوكي بتنكلود ده وده. طيب الكلام ده ممكن تعمله في اي حته في امريكا، ممكن، بس مش it really happens اكتر in a large city. معظم الناس لما بتسافر تاخد نيابات ما بتاخدش نيابات في large cities، عاده بتتحدد في مدينه صغيره في ولايه في محذوفه في حته، فبتبقى انت عايش in a small city. in a small city ما فيش diversity وهنتكلم عليها، بس خلينا نتكلم على large عشان لسه السلايد اللي جايه لسه large city. جوه ال large bubble دي مش شرط اعرف 50 واحد مصري وعربي و50 واحد اجنبي، يعني ما حدش بيعمل كده. هو اللي بيحصل عاده ان انت مثلا واحد مصري بتحب الجو بتاع مصر، فتلاقي نفسك ايه
عندك ايه، عارف في مصريين كده مصرويه اللي هو ايه، لو اكنك طلعت سمكه طلعت طعم الميه كده لما فده بقى تلاقي كميه مصريين يعرفهم، بس بيعرف شويه اجانب برضو يعني، يعرف جاره، يعرف مش عارف الست بتاعت الباص اللي بتاخده، يعرف البواب، مفيش بواب يعني، يعرف يعني يعرف شويه اجانب كده يعني، اوكي، اللي هم ناس في الشغل، يعرفوا واحد ولا اتنين في الشغل، فبيبقى عنده سمول، حته صغيره قوي هنا دايفرس، بس الماجوريتي هم دول. وفي اكزاكتلي ذا اوبوزيت، في واحد يعرف معظم الناس دي، ويعرف له واحد مصري كده ليبرال وروش كده، فبيفكروا يعني مش بيحس ان هو دوت هيفضحني، ده حتى لو قابل صحابي امريكان هيبقى يعني يعني مش هيقعد يقول لهم بقى يلا نروح بتاع دوت يعني، المهم يعني anyway، فهو عنده a larger diverse group، بس في نفس الوقت عنده شويه العرب وكل ده in a large city، من حقك تختار ده او ده. المشكله بتحصل ايه بقى in a small city؟ in a small city الجزء ده من حياتك صغير اصلا، يعني انت رحت عشت في مثلا، انا عشت مره في مدينه اسمها شريف بورت لويزيانا، مدينه شريف بورت صغيره جدا، اوكي، في اصغر منها بكتير يعني، في واحده كان في مدينه كنت رحت فيها اسمها هيرشي، اللي بيعملوا شوكولاتة هيرشي فيها يعني، okay. It was a very small city يعني، وعدد المصريين عيلتين ثلاثه مصريين، وعدد العرب مثلا 10 عائلات عربيه، فانت حتى لو اتعرفت عليهم كلهم هي برضه it's a very small community. فغصب عنك بيبقى لو حاولت توزنها هتلاقي برضو عندك دول كتير اكتر من العدد دوت، فده ان سمول سيتي بتبقى لو انت عايز تعمل بابل كده سهل قوي ان سمول سيتي، بس ما ينفعش اللي هي دي، ما ينفعش تعمل دي ان سمول سيتي، دي محتاجه تبقى لارج سيتي. وفي بقى اللي يعيش في سمول سيتي وياخد البابل دي بس، فهو اقول له انت تعرف مين ساكن معاك؟ يقول لي هم اتنين بس اللي اعرفهم، واحد اسمه احمد والتاني اسمه محمد، ويقعد عايش مع الاثنين دول لغايه ما احمد سافر وفضل محمد. فده اللي بيجي له اكتئاب بقى، لان هو مش ما تعرفش على حد خالص. فلان هو هي كورنرد هيم سيلف، عارف انت ممكن تبقى تنتعش وتبقى عايش حياه طبيعيه جدا ان سمول بابل لو انت عايش في مدينه كبيره، انت عندك ناس كده تعرفها. فلو انت عشت في مدينه صغيره ات سام بوينت لازم تتعرف على ناس ثانيه، ان هتتجنن يعني. فديت السمول سيتي. انا هتكلم دلوقتي على الادفانتجز والتشالنجز اوف ديفرنت بابلز. انا زي ما قلت لكم انا مش بنصح بوان بابل اوفر ذا اذر، ولكن السمول بسميها سمول هوم لاند سوشيال بابلز، اللي هي السمول بابل اللي هي دي، او وذر دول كتار قليلين يعني، دي ميزاتها ايه؟ ميزه البابل ديت ان انت جوه الكومفورت زون بتاعتك. ليه بقى؟ كل الناس شبهك، كل الناس بتفكر زيك، مش لازم تشرح لحد حاجه. فانت مثلا لو اتعرفت على 3 4 مصريين خلاص، مش لازم تقول لهم ان النهارده في ماتش مصر، مش لازم تقول لهم ان انت مش طايق فلان الفلاني او اعلان الفلاني اللي طلع على التلفزيون امبارح يقول كذا كذا كذا. People around you look and think and behave in the same way. فدي advantage. في ناس تقول لك انا بحب كده، انا مبسوط، انا حاسس ان انا في بلدي. You feel less as a minority. مش حاسس ان انا أقلية في البلد ديت يعني. مفيش حاجة conflicting opinion، مش قادر. طب هو صح إن يعني إن يعني الناس المثليين يعني ينفع راجل يتجوز راجل، طب ينفع ست تتجوز؟ مش لازم تدير مع المشاكل ديت، لأن كل أصحابك المصريين كل راجل بيتجوز ست، مفيش حد بيختلف على القصة دي كمصري، ما هتلاقيش واحد مصري يقول لك لا أنا قررت أتجوز واحد صاحبي، ما بتحصلش كتير يعني. اوكي، فما عندكش conflicting opinions مضطر تقعد تفكر هو ايه الصح وايه الغلط، خلاص it's not there. Culture around you is familiar. لما يبقى عندك متجوز او عندك عيال، عارف ان هم مش هيتعرضوا لاي افكار غريبه، هم هيعيشوا كل الناس امهاتهم شبه يعني ولادك امهاتهم شبه امهم بالظبط، ما عندهمش هم هو انت ليه مش شبه الست اللي هناك دي؟ يعني هتلاقي نفسك العيال ما عندهاش الاسئله والافكار دي، هو انت ليه محجبه وهما مش محجبات؟ هما انت ليه بتصلي وهما مش بيصلوا؟ ما فيش كونفليكتس الحاجات دي. الريليجيوس والكالتشرال تراديشنز المختلفه، عايز تصلي مثلا لو انت في بارك وكل اللي معاك مسلمين هتروح فاشيين وحاطين وعاملين جماعه وتصلوا بصوت عالي، بس لو انت لوحدك تبقى خايف، طب اصلي؟ طب ادارى شويه احسن يعملوا لي مشكله؟ طب
ففي ناس كده، في ناس مش كونفيدنت قوي انها تعمل الريليشنز، لو هو في حسن يحسن يبقى في حد منهم مجنون يطلع لي مسدس يضربني يحسن، عارف تبقى انت خايف كده. بس الكلام ده طبعا اتس نوت ترو، يعني انت ممكن تقوم تصلي في اي حته انت عايزها، بس في ناس تقول لك لا يعني مش قدام الناس كده. بس لو انت معاك جروب عادي خالص بتقوم وتصلي ولا همك خالص ولا همك، فانت وذين جروب بتتصرف طبيعي جدا وبتعمل ريليجيوس تراديشنز عادي خالص. مش لدرجه ان انت هتذبح الخروف مثلا في يوم العيد في البارك يعني، بس هتعمل معظم التراديشنز بتاعتك whether religious او cultural عادي، لان في جروب بيعملها زيك وبيفاليديت اللي انت بتعمله. طيب ايه التشالنجز بقى of a larger more diverse bubble؟ لان انت بتبقى outside your comfort zone، يعني بتتعرض لحاجات انت ما اتمرنتش عليها في مصر، ازاي تتعامل مع الحاجات ديت. وانا هقول لكم ان هي زي ما هي تشالنج، ممكن بعض الناس دايما بس تشالنج يبقى حاجه كويسه، بس انا بالنسبه للشخصيه اللي الحاجات دي بالنسبه له ادفانتج، الحاجات دي هي المشكله. هو مصر عكسها يعني، ان هم الناس يعني they look and behave differently، وانت حاسس انت as a minority only if you're surrounded by majority culture. يعني مثلا في نيويورك انت مثلا مصري ماشي في نيويورك، او مثلا مصري ماشي في السبربس بتاع تكساس، انت حاسس ان انت افريكان امريكان، يعني ان تقول ايه ما ليه الناس بيض كده. سيبك من تكساس، مينيسوتا، مينيابوليس، حتت بقى اللي هم الناس كلها كده مالها شكلها مختلف عني، يعني انت واضح ان انت مختلف يعني، فانت بتحس ان انت ماينورتي في حته زي كده. بس روح نيويورك دور كده في اي حد شبه التاني، مفيش ولا مخلوق ماشي شبه التاني. فالذو انت هناك انت تعتبر ماينورتي، بس مش حاسس بالماينورتي عشان كله ماينورتيز كده كده، مفيش ماجورتي كلتشر. فالماينورتي الواحد بيحس بيها لما بيعايش وسط ماجورتي كلتشر. introduced بتبقى introduced to conflicting thoughts، ما عرفتش ازاي تتصرف فيها الحاجات ديت، ونفس الكلام مع مراتك وعيالك. وساعات بتبقى انت uncomfortable doing بعض الحاجات around surrounded by people from different cultures. طيب يبقى دي advantages with challenges. طيب تعالوا نتكلم بقى العكس، ايه ال challenges وال advantages؟ هتلاقوا نفس الكلام. ال challenge هنا ان انت you're for comfort zone بتاعك. طب ازاي مش انت لسه قال انها advantage؟ هي also could be a challenge، ان انت مش هتتغير، فكرك مش هيتغير، هتبقى انت على طول حاسس ان انت زي ما انت، لان انت كل مصريين حواليك قاعدين بيكلموا ازاي نعمل كذا، وبعدين تلاقيكم بتيجي تسوقوا يقول لك ايوه انا بكسر كده وبعمل مش عارف ايه، واضحكوا مع بعض ايوه فعلا انا بعمل كمان كده، وتلاقي يعني تلاقي المشاكل المجتمعيه هي مش قادر تغيرها عشان انت في نفس الكومفورت زون اللي هم حاجه بتعمل حاجه غلط يعني، بس كله شايف ان انت مش غلط ولا حاجه انت زي الفل. ف people look and behave, believe in the same thing برضو. يعني في بقى انا ما بقولكمش ده صح وده غلط، انا بقول لكم في ناس بتعتبر الحاجات اللي قلتها دي ادفانتج، في ناس بتقول لا انت لو كل الناس بتؤمن بنفس الحاجه اللي انت بتؤمن بيها، طب وانا هفكر في يعني ازاي هبدا افكر في ديني وفي افكاري وريفاين افكاري لو كل الناس بتقول انا بقوله، لو كل الناس بتفكر. مش بس على فكره في ناس بتختار بابلز، مش اقول انا مش كلنا مسلمين، لا انا هبقى في الجروب ينتموا للسلفيين بس، سلفي بس، لو اخوان مش عايزك، او واحد يقول انا اخوان بس، لو واحد سلفي لا اطلع بره البابل بتاعتي انا مش انترستد، عشان هقعد اتخانق بقى وانت تقول لي لا السلف هم صح اقول لك الاخوان صح. فانا بتكلم مش مسلمين، بتكلم ان هو حتى في ناس بتعيش جوه بابلز، انا عارف فيها صحابي اعرفهم كلهم اخوان، يعني حتى لو واحد مسلم عادي كده جه في النص نو بيبقى كلوزد عليه هو، لا طبيعي يعني ممكن يبقى رايه كذا في السيسي وده رايه كذا مش عارف ايه، فهم بالنسبه لهم لا البابل صغيره جدا. فمشكله البابل الصغيره دي ان بتخليك على طول حاسس ان افكارك هي الصح، فانا شايف انها تشالنج برضو يعني. ودي نقطه برضو تشالنج ثانيه، لو كل الناس زيك انت عمرك ما بتحس ان انت محتاج تانتروديوس افكارك او دينك او الكالتشر بتاعك لحد، لان كل الناس بتفكر زيك بالظبط. فانت عمرك ما يعني حد يقول لك طب اشرح لي انت مسلم ازاي يعني، هتلاقي المسلمين يقول لك ايه I don't drink alcohol I don't eat pork، هو ده تعريف الاسلام بالنسبه له يعني. فانت ما عندكش حتى اسلوب تعرف دينك عشان انت كل حواليك عمر ما حد سالك السؤال ده. فايت تشالنج ان انت تعيش جوه الكومفورت زون بتاعك، لان انت عمرك ما يو هاف تو انتروديوس اني ثينج يعني. فتاني حاجه
في احنا على طول بنحس ان احنا كل حاجه بنعملها صح، وكل حاجه اتعلمناها في بلدنا، وكل حاجه اهالينا علموها لنا هي الحق المطلق، وان مفيش اي حاجه واحد اتعلمها غلط. بس اللي بيحصل ان انت لما بتحط في كالتشر تاني بتبدا تكويشن، طيب انا كان رايي في الموضوع الفلاني دوت كذا، في مثلا في الترانسبلانتس الفلاني الشيخ الفلاني بيقول ان فلان كذا حرام، بس كل اللي حواليا هنا يقول ان هو مش حرام، وان انت ممكن تنقذ حد لو عملت له ترانسبلانت لكدني، بس الشيوخ الفلانيه اللي انا بسمع لهم بيقولوا ان الترانسبلانت حرام. فتبدا لو انت قعدت بقى مع جروب صحابك كلهم بيقولوا نفس الكلام، عمرك ما هتكويش كده، اه دول كفره بيعملوا ترانسبلانت. بس لما تبدا تقعد مع جروب يقول لك طب ما ممكن الترانسبلانت مش حرام، هو مين قال هو حرام؟ فتبدا تكويشن افكار معينه انت اعتقدت ان هي this is it، ده مفيش اي حاجه، لا ممكن يبقى ليها تفسير تاني او ليها طريقه تانيه لفهمها يعني. في start questioning حاجات انت حسيت ان هي كانت absolutes بالنسبه لك. ايه ال advantages؟ طبعا زي ما استكلم ان انت you're introduced to new non-familiar things، وناس مختلفه حواليك، واكسبوزد لثوتس مختلفه وكالتشرز مختلفه، ولازم تانتروديوس افكارك وتاكزامن الحاجات اللي انت يعني اتولدت لقيت اهلك بيعملوا كده. يعني انت مثلا موضوع الشبشب مثلا، معظمنا لما بنلاقي شبشب مقلوب بنعدله صح؟ يعني معظم اللي انا لسه اعرفهم بيعدلوا الشبشب فور سام ريزن. انا لغايه دلوقتي لما بشبش مش ايدي بتاكلني بص كده، لان انا حاسس ان الشبشب دوت غلط، لان كان خالتي بتجري ورا تقول يا ابني يعني الشبشب في شبشب مبلول كده، ايوه حاضر. فاي نيفر اكزامند هو ليه الناس بتعدل الشبشب، فاهمني؟ ففي حاجات زي كده يو ستارت اكزامين، اللي انت تخش بيت تلاقي كل الشباشب مقلوبه عادي والناس عايشه، ما حدش معترض ان الشبشب مقلوب، انت الوحيد اللي عندك ارتكاريا من القصه والناس كلها زي الفل يعني. فانا قصدي it's something that you definitely and I'm not advocating ان انت تعيش في diverse bubble ولا small bubble. انا بقول لكم ان في انواع bubbles مختلفه، وان انت من حقك تختار البابل اللي انت عايزها، and you should never judge other people على البابلز اللي هم عاشوا فيها، وان البابلز الصغيره ليها ميزه ان انت بتبقى confined ومقفول عليك. وانت افرض يا اخي شخصيه، انا واحد صاحبي بيموت في ان هو يبقى عايش في بابل قد كده اهو، يقول لي انا مش عايز حد يقول لي حاجه، انا بس عايز اتكلم كده، يقول لي ايوه بالظبط هو ده اللي كنت بفكر فيه، هو ده اللي عايز اسمعه بس طول اليوم، مش عايز حد يقول لي اي كلمه تانية، مش عايز حد يقول لي طب انت رايك، لا انا رايي شوي هو، انا مش عايز اسمع اي افكار جديده خلاص، هو حياته كده. مش هقول له يا ابني انت عمرك ما هتعلم، ما بقولوش حاجه، بسيبه عايش في البابل بتاعته. فبيقول لي انا عايز عيالي يطلعوا مصريين عاديين خالص في امريكا، بيتكلم يعني بحس انزله مصر ما يحسش ان في فرق، بس هو عايز كده، هو he wants that kind of life، وده متاح يعني، ده متاح ان انت. وفي ناس يعني عايشه لدرجه ان هم بيقول لك ما بيتعلمش حتى انجليزي، يعني كتر ما هو عايش في حتت معينه في نيوجيرسي، في مدن في باترسون وفي حتت نيويورك وبروكلين يعني الشوارع مكتوب عليها بالعربي، لان في ناس ما بتعرفش تقرا انجليزي من كتر ما هم الـ 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 يعني المصرويه هناك يعني. ايوه كله بالعربي، وهتلاقي اخصائي وتلاقي الصيدليات يعني في امريكا مثلا الصيدليه بتبقى مشكله مختلف خالص عن مصر، لا تلاقي الصيدليه بتاعت الحته بتاعت في نيوجيرسي ديت صيدليه زي بتاعت مصر، بس اكنك داخل صيدليه صيف او صيدليه وبتاع، وتلاقيها اسمها صيدليه مش عارف دكتور مصطفى مش عارف ايه، وحاطين نفس والله اكنهم بيصوروا الصيدليه هنا وبيعملوا واحده زيها بالظبط، وتخش تلاقيهم يبيعوا انتبيوتيك من غير روشته ويديك الباقي باسبرين، وكل يعني حاجه رهيبه يعني. خلاص في ناس عايزه تعيش كده and they created their bubble وعايشين فيها، انا مش هعترض عليهم، بس اعرف ان في بابلز ثانيه وليها ادفانتجز برضه يعني. طيب يبقى دي النقطه بتاعت البابلز، ودي انا لقيت الكلام ده كله بمهد لكم للموضوع اللي هو بتاعه الفايندنج ا فيوتشر سبلز. وانا يا جماعه انا لا خطبه ولا اعرف عرسان ولا عرايس، اوكي ديسكليمر عشان ما حدش يقول لي والنبي يا دكتور بدور على عروسه ومش عارف، انا يعني انا بس بقول لكم الناس اتجوزت ازاي، ولا هعمل مشروع جواز ولا هقول انا يعني، في ناس بتعمل حاجات زي كده وبحب اديكم اللينكس بتاعتها على الجروبس، بس انا مش انفولف في القصه دي. انا حاولت مره من 5 6 سنين، موضوع مأساوي وصعب جدا and it's very complicated وعايز واحد متفرغ، فانا مش انفولف فيه. بس هقول لكم انا كلمت ناس على التليفون اوفر مثلا في 4 5 اسابيع، وكنت كل اللي بعمله ممكن تحكي لي انت اتجوزت ازاي، اللي اتجوز في امريكا يعني،
وممكن تحكي لي تجاربك الفاشله قبل الناجحه، عشان هو ده بالنسبه لي الاهم يعني. فانا المعلومات دي هي من الناس اللي قالتها لي يعني. طيب ليه او ايه المشاكل بتاعت ان الواحد يفايند سباوس؟ سباوس يعني اللي هو الزوج او الزوجه يعني. اول حاجه ان احنا وير فيري بيزي، الكلام ده على فكره معظمه ينطبق على مصر اصلا يعني، بس يعني مش قوي يعني.